كابتن، خليني اسال حضرتك، بما ان حضرتك كنت يعني مونديالي وباك عالمي، وكنت في يوم من الايام بتلعب على فان باستن في كاس العالم، ايه سبب الهدف اللي دخل فينا؟ من يتحمل هذا الهدف؟ بص الهدف ما انا قلت لك هو زي برضو ما الـ طبعا انا بتكلم كلعيبه يعني، مش انا عرفت ان بص التراجع بتاعنا كان ليه اسباب وحضرتك ذكرتها، اللعيبه بقى بص الجمله دي. اقول لك على حاجه. طبعا بالنسبه للكوره انها تتلعب، هي طبعا يعني الكوره يعني خدمت الفريق الاخر، لكن طبعا الشناوي بقى له فتره كان بعيد وشارك، انت فاهم؟ ومين الناس طبعا تيجي تقول لك ايه، مصطفى شوبير كان له الحق ان هو يشارك، انت فاهم؟ ففي حاجات انت عارف بتبقى بتبين اخطاء ممكن الموقف، يعني يقول لك ايه كان الحق يلعب مصطفى فعشان كده دخل الجون، انت فاهم؟ صحيح. في ناس تقول لك الكلام ده، انت فاهمني؟ الشناوي عنده خبره في الحاجات اللي هي زي دي، ما هو انقذ جونين ثلاثه تانيين، الجول اللي هو دخل فيه يعني يمكن كان ما كانش موفق فيه في تطلعه الكوره، فجت في العارضه واتردت، كان في اثنين موجودين في تحت الجون فراح حاطينها، فده يعني حاجه ممكن مش لامه. لكن احنا ما عندناش الهيدرز بتاعنا ما فيهوش تركيز عالي، الوقفه الدفاعيه بتاعتنا وحشه، عشان كده بيجي فينا الاهداف اللي هي من الكرات اللي هي الهيدرز والحاجات دي كلها، تحسها تخفيله يعني، كوره ونسرح فيها تدخل جول على طول. بالظبط كده اهو. فاحنا المفروض ان احنا الحته الدفاعيه في التفوق الدفاعي في ناحيه الهيدرز والكرات العاليه اللي بتيجي على المرمى لازم نكون عندنا اتقان اكتر من كده، احسن من كده، عندنا يبقى تفوق احسن من كده. فكره الهيدنج دي او الهيدرز، الكور اللي هي بالراس دي كان بيتفوق فيها الونش، يعني كان بالنسبه لي احسن لعيب في مصر يعرف التايمنج لا هو والتيك اوف. بص الونش كان افضل سيت باك مازال لحد دلوقتي، يعني انا بعتبره يعني من اللعيبه اللي شبهنا زمان، يعني انت فاهم؟ مقاتل. مقاتل وعنده امكانيات كويسه جدا، وكان لعيب يعني ربنا يشفيه ويرجع سليم ان شاء الله باذن الله الايام القادمه باسرع وقت باذن الله، لان انا بحب الولد ده بصراحه، روح عاليه، بيلعب هيدرز كويس، عنده توقيت سليم، يعني الحمد لله، وان شاء الله باذن الله ربنا يشفيه ويرجع يكون قريب في الملعب.